العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث بالجنة والدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في هذه الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة، وهي سورة المؤمنون، يبين الله تعالى كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير، قال: هذه صفات المتقين وصفات العابدين لله تعالى المسارعين بالخيرات بحق. قال الشوكاني رحمه الله: لأن الله تعالى ذكر قبلها بعض الناس وذكر حالهم، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنه بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في هذه السورة قال: فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أي حزب من الأحزاب فرح بما لديه من مما يدعي أنه حق. قال الله تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بعد ذاك رب العزة والجلال ذكر الصفات دي، قال الشوكاني: وهي أربعة أوصاف أو أربع صفات تبين المسارعين إلى الله تعالى بحق. وانت حاول اتصف بالصفات دي، صفات سهلة جدا لمن وفقه الله تعالى أن يتصف بها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال: أي خائفون. ذول يخاف الله سبحانه وتعالى ويشفق من لقاء الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. أنت تكون تخاف من الله تعالى، لكي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في السنة في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر السبعة، من أواخر السبعة قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قعد براه وحاسب نفسه وندم، بعد ندم نزلت منه دموع دلت على أنه يخاف الله وأنه يعظم الله وأنه تائب إلى ربه سبحانه وتعالى. ده قال لك: يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، والعلماء قالوا: أي ظل العرش. وقال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإنت عشان تعرف نفسك بتخاف الله ولا أنت خاف الله، في مواضع بتختبر فيها نفسك، منها إذا ذكر الله تعالى. ولك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقى نفسك مضايق زهجان تبغض كلام الله والقائلين لكلام الله. أعرف أنت لا بتخاف الله ولا تغوش نفسك، لكن إذا ذكر الله فخفت منه وفرحت بهذا القول فإنك تخاف الله، كما قال تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات. الموضع الثاني
لما تكون في معصية تهيأ لك، من تكون في معصية من المعاصي انت لو بتخاف الله بتتركها، لكن لو ما بتخاف الله وعداك بتقع في المعاصي كما قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس شنو عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فدي مسألة. المسألة الثانية قالوا: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. زول مؤمن بآيات الله تعالى، وآيات الله على قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. آيات كونية زي السماوات، الأرض، الجبال، الأنهار، الغفار، البشر إلى آخره: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دي آيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فدي كلها آيات تدل على وجود الله وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. النوع الثاني الآيات الشرعية اللي يلجى في القرآن ويلجى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء من وحي الله تعالى. الآيات دي تتؤمن بها، والآيات دي ملخص الكلام فيها. القرآن ده ملخص الكلام فيه على قسمين: القسم الأول أخبار، والقسم الثاني أحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. في التفسير، في تفسير ابن كثير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يعني الله بيديك أخبار يقول لك زمان حصل كذا، ولا يقول لك بيحصل كذا، ولا يقول لك في جنة وفي أوصاف كذا، في نار، في كذا، في قبر، في حساب، في علامات ساعة، في غيره. أنت تصدق؟ أنت مش مؤمن؟ أي مؤمن بشنو؟ يعني أي شيء بقوله الله خبر أنا بصدقه تماما، ما عندي فيه شك. اثنين، جاءت أحكام تؤمن بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنت تكون مؤمن، وده دأب المؤمن إنه مجرد ما يسمع الآيات والأحاديث أوالي بصدق، وتلقاه شنو؟ خاشع ومنكسر، ما بقابل النصوص. لا لا، نحن عندنا رأي، ما بتكون كذي. أما الزول المؤمن، المؤمن ده الله قال فيه: يا ناس، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم شنو؟ الخيرة من أمره. ده حال الليلة كثير من الناس، يخ كذي خلي ناس الأندية وناس الكنائس وغيره والحفلات، ناس الجامع ذاته. واحد يجيك يقول لك بتعرف السلت والنتر ديل ماسكنا المالكية ذاته ماسكنا غلط. تلقى عمك عجوز في الجامع كبير ولا عارف الآيات ولا الحديث، ماسكها غلط. بس يقول لك قريت العزية، قريت العشماوي، قريت شنو ما بعرف، مختصر خليل، دي كتب بتاعت فقه. آية. طيب أنا أقول ما قريت أي شيء، قل ما بعرف الإمام مالك، هو إمام وعظيم ومحترم ومن الأئمة، قول أنا ما بعرفه، بس بعرف الآية دي تفسير العلماء الصحيح لها، بعرف الحديث تفسير النبي عليه الصلاة أو الحديث وتفسير العلماء الصحيح له، بس لا بعرف فلان ولا علان، بس بعرف دي الآية وده الحديث. أنا كذي ضال منحرف؟ لو ألزمت الناس بالإمام مالك، طيب قبل ما يلدوا الإمام مالك هل الناس كان دينه ناقص؟ ده ما سؤال. لو زول قال أنا ما مالكي، أنا شافعي، الإمام الشافعي عندكم في رأي؟ ما عندنا في رأي. طيب الإمام أبو حنيفة عندكم في رأي؟ لا. الإمام أحمد عندكم في رأي؟ لا. مش الأئمة الأربعة، أنا محترمهم كلهم أنا الأربعة. يا أخي أنا حنبلي، ما رأيك شو؟ لك لا لا، أوعك ما قريت الحاجات دي، أوعك تجين هنا. يا ناس معناه اكتبوا مساجد المالكية، ودي الحزبية ذات الإمام مالك البحاربة، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا شنو؟ صاحب هذا القبر. هو ذاته دخل نفسه في المقولة دي، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ده الوحيد كلامه، بس ما بتقدر ترده. جابوا لك حديث خلاص، قول سمعنا وأطعنا. ذول جا داخل المسجد
بين الأذان والإقامة صلاة المغرب لك هذول وكده ما تصلي فيه ده مذهبكم شنو؟ والله نحن كذي بس ده مذهبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت تجيب لي الحديث في البخاري ومسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول لك مذهبنا نحن أجلس طوالي. قال رسول الله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ها رأيك شنو؟ الرسول قال وإمامك قال صلى الله عليه وسلم، أنت رأيك شنو؟ والله يقول لك ما هو غايته أنتوا بتجيبوا لنا الحاجات دي. ما جبنا نحن ناس جاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت الموضوع ده طويل جدا. أنا ما أرضى عليك في الإمام مالك، أنا عندي إمام كبير جدا. لكن ما تلزم الناس بمذهب معين، تلزمهم بالكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وده من الإيمان. لأنه قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وخلى كثير من الناس أنا ما عارفهم ذاته يخلوا كتب الدين وكتب السنة، واحد لما نموت ما يقرأ صحيح البخاري، شغال تلقى يبحث في 9 شروط 8 شروط 5 أركان. يا زول السنة كيف؟ لما يموت البخاري ما ختمه، لما يموت يا ناس رجعوا الناس للحق، ناس رجع للقرآن والسنة. بقت كتب مخيفة، كتب السنة بقت مخيفة. يقول لك لا لا ده ما تهبش ما تهبش، خلي بعيد. بعد تصل بعد 10 سنة يدرسوك السواك في 5 دروس والسواك وكذي أسمع أشوف سيجنال 2 سواق بقزاته بتاع العظم ذاك، ما في الشغلة دي. وكان من الدين ومن السنة ولا كيف الشغلة دي بقت؟ ما شنو قاعد فيها أسبوعين وكان بقزات من شبر بتطوطح في الشيطان، تطوطح شنو يا ناس؟ تطوطح في الشيطان في الباطل. فلذلك دي مسألة. المسألة الثالثة قبل الأخيرة، قالوا والذين هم بربهم لا يشركون، وده موضوع خطير جدا، وده للأسف أعظم موضوع، وللأسف المنابر تخلو منه. والله الذي لا إله غيره، والله الموضوع ده الزول بيتمنى الموت لما نذكره. أنت عارف ليه؟ لأنه أهل الدين ذاته وأهل الحق وأهل الإسلام بقوا يتضايقوا منه، ودي ما من صفة المسلمين، دي من صفة الكفار. قال الله تعالى، أنا دار أديك 3 مواضع بس. الموضع الأول في سورة الحج، الموضع الثاني في سورة الزمر، الموضع الثالث في سورة يونس، والثلاثة ديل للأسف تلقاهم في المساجد، والثلاثة ديل وردا في الكفار الأوائل. وما معنى ناس المساجد كفار، لكن دي صفة مفروض يتوبوا منها. الأول، الموضع الأول من سورة الحج، قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بينات واضحة ما فيها لف ولا دوران ولا دار شرح كثير. أها، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يقربوا يقتلوا الزول شنو؟ اللي يقولون الله قال ويجيب لهم آيات التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولك يا أخي رغب الناس شنو التوحيد؟ ولا هذه ذات ما ترغب. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، قال شنو؟ ما قال العزيز الجبار المنتقم ودحى كله، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد ذلك قال ومن الناس، ما والله بوديك الحق لكن يقول لك في ناس لفلفوا، قال ومن الناس بعد ذلك من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والله ده حاصل كحب الله،
والذين آمنوا أشد حبا لله. والله إذا تحدث عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وعن صفاته تلقاه الضائق، تحدث عن فلان وعمل كذي وفعل كذي ومشى وجاء وسوى وبنى وعمل وصام سنين وعمل وعمل، تلقاه متكيف منشرح. ما هذا رجيم يميزه؟ تلقاه متكيف منشرح لك ما شاء الله، والله كلامك ظريف. وزيدنا زيدنا كذا الدين تاني منه حاجة، الله الخلق والضايق في الكلام فيه. دي مسألة. الآية الثانية من سورة الزمر، قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والله قال لك ده كلام زول ما مؤمن بالآخرة. انت عارف ليه؟ لأن الزول المؤمن بالآخرة مش اللي بيقول في آخرة وفي قيامة والشمس بتقع والقمر والنجوم والكواكب والسماء بتشقق، ده ما حاجات انت بتصدقها هي. لكن اصلا ايمان الاخره ده، الاخره ده اليوم ده سووا له ايه؟ سووا له الجزاء، لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنه وفريق في السعير. تنذر الناس بيوم الجمع بيوم القيامه، واليوم ذاك ما فيه ريب. وراك اليوم ذاك اللي بيحصل فيه شنو؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. اللي بحاسب الناس منو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بيرجع العباد إلى الله تعالى. زول الداير يرجع له ده ما دايره، هو بيرجع له الله، والله ما داير الله، متضايق من الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله. ده من أعظم الكفر، ده الكفر ذاته بعينه. عشان كده رب العزة والجلال قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت تضايقت ونفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون افرحوا كذي إلى آخر. الموضع الثالث وللأسف ده برضو حاصل في سورة يونس، قال الله تعالى: وإذا تتلى في بداية الصفحة فوق، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، زي بداية سورة بداية الآية في سورة الحج، قال هنا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، وبتشبه بتاعت الزمر لأنهم ما مؤمنين بالآخر، وده ما دار يلاقي الله، الدار يلاقي الله بلاقي بالعقيدة الصحيحة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شنو؟ أحدا. لكن قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، قالوا شنو؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله. القرآن اللي بيجيب لنا الآيات دي بيجيب لنا دي بدله غيره. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا أيش بعمل بالوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون. وداس حاصل، والله سمعناه بإذننا. تمشي المساجد ولك موضوعكم واحد بس، تلف وتدور جون لله واحد، الله واحد، الله واحد، وكلامكم مكرر وممل ويزهج وما في موضوع غيره. انت تتكلم في 30 موضوع، والله الذي رفع السماء. هذه مش تكلمنا في الخوف من الله آج. وتلقى المشايخ جزاهم الله خير يجوا يتكلموا راس السنه وكذي، كله بينسوه، بس يمسكوا لك ده الموضوع ده يقول لك بس يا ابو موضوع. تجي تتكلم في التقوى تدخل التقوى التوحيد تدخل فيها يقول لك بس يا ابو موضوع مكرر. قلت تكرار ده في حاجات كثيرة ما هو ضايق منه، لكن بس في ده في الضايق. يعني المروحة دي ما بيجي مسخن وعرقان يقول يا أخ بدل كل يوم شغالة التكرار ما كويس، الليلة خليها قافلة ما بخليها كده، بدل يقول كل يوم مكرر نمشي بالمواصلات أخير الليلة أمشي بكرعي، نقول لا المشوار بعيد نركب مواصلات. كل يوم شغلته مكرر، الأكل مكرر، كل يوم بيأكل بغمس في الشطة، كل يوم شغلته مكررة في أي شيء،
إلا في التوحيد يقول لك لا هذا مكرر. الكلام ده قالوا لي نبي عشان أنا أختي منزوم ما شوف في مواضيع كثيرة، لكن أعرف إنه قالوا لي نبي 950 سنة النبي ده بجي وحي من السماء، جبريل يطلع بين السماء والأرض، والموضوع التعاون له 950 سنة، في النهاية آمنوا معاه 81 ولا كم 80 وفي رواية 12 بس، 950 سنة بس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في النهاية قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، كثرت علينا الشغل، ما قال خلاص كثرنا والمرحلة القادمة نخليها والمواضيع الجاية والخطة الخماسية في السداسية، الخماسية والسداسية وكلها والعشارية كلها الموضوع ده، لحد ما الله قال له خلاص النازل ما أفهم بعد ده. ولقد أوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص النازل الموضوع ده قفل بعد ده كده، ديل ما بآمن موضوع بعد ده طوفان ونهر بحر من فوق وحاجة من تحت والنازل يدمر بعد ذاك، وقف الدعوة ما وقفها لما جاءت السفينة وراكب في السفينة شغال دعوة، لما ركب في السفينة تاني الجماعة شنو غرقوا، يعني نازل ذيل والله لا دارين ونغرقوا ولا يحرقوا ولا يتضايقوا، ونادى الله يرحمنا ويرحمنا لو بدونا عكاز وقول لنا وحدنا الله يكتلكم يا وهابية يا بدقن، قول لهم جزاكم الله خير ونحن ما وهابية لكن بدقن، لكن جزاكم الله خير والله يرحمنا ويرحمكم والله يجمعنا بينكم شنو في الجنة. أما باقي الصفات اللي في الآية دي واضحة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم شنو وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، انت يا عمنا أنا منتظر عكازك برضو، الله يجمعنا بينكم جزاكم الله خير.